إذا أطال الإمام الجلوس في التشهد الأول وأنهى المأموم قراءة التشهد الأول، فماذا يفعل في باقي الوقت؟ إذا أطال الإمام التشهد الأول فاستمر في التشهد حتى لو أكملته فلا حرج، وكذلك لو أدركت معه الركعتين الأخيرتين فإنه سيطيل التشهد، لأن التشهد في حقه والثاني وفي حقك الأول، فأتم التشهد ولا حرج. عبادة الوقت استمر، استمر، كمل التشهد، صلي على النبي، بارك على النبي، تعوذ بالله من عذاب جهنم ومن عذاب القبر، أودع الله بما شئت.